وش رايكم كون نديروا لنا عيطه هكا صيفيه ولا شاويه ولا حاجه هكا زيدوا تكملوا نكملوا لومبيونس هذه اللي رانا فيها احنا بديناها نكملوها. انا شوف انا باسكو علاه على بالي كاع اللي عم يتفرجوا يقولوا يا ربي قول هذه اللي عيطه يا ربي شغل العيطه عم يستناو فيها سورتو ناس الصيف اي تو دونك ولات حس دقيقه تشاور وناس الشرق ايوا نزيدو نبرحو عليهم في خاطر هذه عين شرب انا وياها شويه وصيف اون جينيرال كيما قالوا مليون 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 كاع اي روح ايه ويا واعي لك يا وروغ يا واعطيني الاخبار يا وطفل صيوة امرا من هضاق الحال ايه ويا هوايا واحد اخويتي ما تقولي شي خايا يا وخويك براياني اي برد لك تكافى اي ويا يا كلبك نبي واحني يا عاد صطار البيت لمن حد عقي وابني مترع وليت اي ويا هوايا واعين الكرمة ما تقولي شي خايا يا اخويك براني اي وبرد لك تكافى شكرا صحيتو صحيت هو فرقه الهلال كان حاب يجي معكم فوالا لا الله وراهي نائمه وراهي برافو يعطيكم الصحه برافو يعطيك الصحة انا بغيت ان بون هذا التراث استخبار رائع ما شاء الله التراث عيسى الجرموني الله يرحمه حد اللي غنوا عليها بالك ما داولها جيكو نهار العيد حد حكايه شوف نعطيو شويه معلومه للجمهور بيان سي مادا بينا الجمهور الغالي باسكو باش شوف كاينين واحد الاغاني هو عيسى الجرموني باش نعطيك انا شخصيته كيفاش مدارها عيسى الجرموني الله يرحمه يغني واش يصرى به يعني واش يشوفه في الحياه اليوميه نتاعو صراو له حكايات صراو له باسكو هذه عين الكرمه في طريق تونس هي مليحه لو كيديروها سيناريو موجوده في طريق تونس ماشي في الجزائر يعني هي الغناء تاع بكري ولا الكرمه كيما نقولوا احنا فيه كامل معاني احنا مكملين بيان سور في هذا الغناء وهذا الامبيونس الرائعه اللي جبتوها لنا اليوم في البلاطو مكملين معكم انتم مشاهدينا الكرام اللي خيرتوا قنوات الشروق في هذا العدد المميز الخاص بتاني ايام عيد الاضحى مكملين معكم لكن بعد هذا الفاصل القصير وبعد راجعين